هذا صبي وأنتم تحرمونه حق الكلام. من هو الأقوى؟ تكلم. سيدك أم ربك العبد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد. نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه. هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. محمد messenger of God gave him this authority. من أعطاه هذه السلطة؟ أرسله الله رحمة للعالمين. إننا ندبر الآن أمرا فاتنا من قبل. محمد سوف يقتل. علي ينام مكانه. هذا الفتى يفتديه بنفسه. أي أناس تحارب؟ لا والله ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايته. لن نغلب. حمزة! سأصيدك يا صائد الأسود. عندما تموت قاتل أبي.